درجات حرارة تقترب من 40 درجة مئوية في عديد من مناطق المملكة مع اقتراب منخفض جوي خماسيني من المنطقة نهاية الأسبوع. فشو هي أكثر المناطق عرضة لارتفاع درجات الحرارة؟ وشو هي أبرز التوصيات اللي ممكن نتعامل معها مع هيك أجواء؟ أول الكتل الهوائية الحارة بتأثر على المملكة هذا الموسم اعتباراً من يوم الثلاثاء وبتستمر حتى يوم الخميس القادم. ومثل ما بتشوف على الخرائط الجوية اندفاع الكتل الهوائية الحارة نحو المملكة اللي راح أدي لارتفاع ملموس على درجات الحرارة خاصة يوم الأربعاء والخميس، وراح توصل درجات الحرارة تقريباً للأربعين درجة مئوية خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبعض الأماكن المنخفضة، وراح ترتفع درجات الحرارة عاد المعدل بحدود 10 ل 13 درجة مئوية، وراح يتزامن هذا الإشي مع اقتراب منخفض خماسيني من المنطقة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث موجات غبارية وطقس مغبر أحياناً في بعض المناطق. وبالنسبة لأهم التوصيات اللي بننصح فيها بهيك أجواء، تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، عدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة، عدم ترك مواد قابلة للإشتعال داخل المركبات لفترات طويلة، التخلص من السجائر بشكل صحيح لمنع اشتعال الحرائق، وبننصح مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنازل خاصة يوم الخميس بسبب الطقس المغبر المتوقع. ولمعرفة آخر التطورات والتوقعات تابعونا في مركز طقس العرب.